هذه الحركات التي اندلعت في الكثير من الدول كالنيجر ومالي وبوركينا فاسو وحتى تشاد، أنا أعتقد بأن هذه الحركات إذا لم تجد الامتداد السياسي والإرادة السياسية لتجسيد تطلعات الشعوب، فهناك الروس وهناك الصينيين والأمريكان ينتظرون دخول القارة الإفريقية، أم هم أصلا دخلوا إلى القارة الإفريقية غفلة يعني. وكل الخوف من توغل الكيان الصهيوني الذي لديه 46 دولة إفريقية لديه علاقات، والمبادلات التجارية هي 7 مليار دولار بين هذا الكيان والدول الإفريقية. وبالتالي أنا لا أحبذ بعض الأمور الشعبوية إذا لم يكن هناك برنامج حقيقي للنهوض بالقارة الإفريقية. فإذا باركنا هذه الحركات الشعبية، فماذا سنقدم نحن لإفريقيا حتى نخلصها من التبعية إلى المستعمرات القادمة أو حمايتها من حركة الاستعمارية الاقتصادية الجديدة؟ فكل المتابعين يلاحظون بأن هناك قمة إفريقية يابانية، قمة إفريقية صينية، قمة إفريقية كويتية، قمة إفريقية تركية، والعام هذا ستكون هناك قمة إفريقية أمريكية، إلا يعني قمة إفريقية إفريقية لا توجد. وبالتالي فهذه الحركات الشعبية بقدر ما تلقى بعض الترويج الإعلامي، لكن علينا أن نطرح سؤال على أنفسنا، ماذا بإمكاننا أن نقدم لإفريقيا حتى نحميها من هذه الحركات الاستعمارية؟ المطلع على القوى الكبرى في إفريقيا لديها الكثير من المشاكل الداخلية والعجز الاقتصادي والتجاري، فتقريبا الديون تغرق إفريقيا والمبادلات التجارية ضعيفة، وحتى محاولات الاجتماع والتكتل في إفريقيا هي اجتماعات وتكتل لا تهشى، وما يحدث في دول الإكواس أو في شمال إفريقيا أو حتى في جنوب إفريقيا يعكس هذا الواقع الصعب للقارة الإفريقية. حقيقة هذه الحركات أنا أعتبرها يعني صحوة ضمير، لكن البديل أو الاستراتيجية الإفريقية هي غائبة، وكل الخوف من أن يحل محل فرنسا الكثير من القوى الاستعمارية الأخرى.